نروح بقى من استطلاع الرأي لاحتفالية مهمة جدا، يعني بتتزامن مع الأيام دي، وهي ذكرى طبعا تحرير سيناء، هذه القطعة الغالية على كل قلوب المصريين. كل سنة وانتم طيبين، بكرة إن شاء الله أجازة بمناسبة هذا اليوم الوطني الجميل اللي الحقيقة بنؤكد فيه دائما على الانتماء والولاء والفخر لمؤسستنا العسكرية، وأيضا لكل أبناء الشعب المصري اللي شاركوا في يعني تحرير هذه الأرض الغالية علينا. لكن مع يعني الاحتفالية الحلوة دي بيتزامن كمان معاها الكلام عن فيلم السرب، والفيلم ده الحقيقة هو فيلم مهم جدا، بيوثق انتصارات مصر، قوة جيشها وشعبها. فيلم أحداثه بتدور حوالين أحداث واقعية وحقيقية، وطبعا أبطاله بيمثلوا شخصيات كانت في وقت من الأوقات بتحارب الإرهاب، وعدد من الموضوعات المهمة داخل هذا الفيلم. صحيح، احنا بنتكلم هنا عن أبطال الفيلم، وفيلم السرب هو واحدة من ضمن بطولات القوات الجوية المصرية، لها كل التحية، والقوات المسلحة بالكل طبعا كلها. هو مقتبس عن الضربة الجوية اللي نفذتها على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وزي ما احنا شايفين صور الفيلم دلوقتي على الشاشة، الضربة اللي تم تنفيذها طبعا كانت بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ ضربة نوعية للثأر لحق المصريين هم ضحايا التنظيم الإرهابي. طبعا الأبطال في الفيلم، الأبطال شايفينهم دلوقتي على الشاشة، حمد يعني ممدوح الجميل الرائع الحقيقة في أدائه، مختلف طبعا يعني أحمد فنان السقا. مختلف في كل الأعمال اللي بيقدمها الحقيقة. عندنا كمان يعني أحمد دانا أسر ياسين، والحقيقة مش عارفة مين اللي جنبه، أعتقد أحمد فهمي بس لا مش أحمد فهمي، كريم فهمي، كريم فهمي يعني أخوه، يعني أحمد قال أحمد فهمي أهو من العيلة. بصي هو النظر يعني كنا لسه بنتكلم في الإضاءة والنظر، فيعني مش مشكلة، بس هو الحقيقة الشاهد إن الفيلم ده جواه أو بيضم كوكبة من نجومنا المميزين جدا، شريف منير، نيلي كريم ضيفة شرف، صبا مبارك موجودة، زي ما قلنا محمد ممدوح، محمد فراج الرائع، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني المتميز، دياب طبعا الصوت المميز، وعمر عبد الجليل، وطبعا الفنان العظيم مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين. الفيلم من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، والحقيقة أنه تزامنه مع احتفالاتنا شيء مميز جدا. يعني الحقيقة الفيلم وغيره قبل كده من أعمال فنية كتير بدأت توضح أهمية القوى الناعمة، ومش بس قوى الناعمة ان انا بقدم افلام او مسلسلات شفناها في رمضان زي الاختيار باجزاء وغيره، ان انا اعرف اجيال، ومش اجيال وبس، اجيال حتى من الاجيال الحالية والمعاصرة لاحداث ربما تفاصيلها ما كانتش معروفة، او وقتها ما كانش ممكن ان يتم الافصاح عن تفاصيلها. لازم خلاص ان نكون بالتأكيد دايما يكون في افصاح عن المعلومات اللي يمكن طبعا ان يتم ادراجها، علشان نشوف قد ايه البطولات من القوات المسلحة والشرطة المصرية والتضحيات علشان نكون في الأمن والاستقرار اللي بنعيشه دلوقتي، خاصة مع التحية اللي بنوجهها لكل أجهزة الدولة المسؤولة في توفير الإمكانيات. في وقت من الأوقات كان ممكن الأعمال تكون يعني متاح أو الفكر موجود أنها تتنفذ، ولكن حاليا بتوفير الإمكانيات يا علا، وأن يتم توفير أحدث الإمكانيات موجودة دلوقتي بتبروز كمان قد إيه إمكانياتنا عالية جدا بالتأكيد، وكمان فنانيننا مميزين، وإحنا محتاجين الحقيقة أن يكون عندنا سينما ودراما بتجسد لبطولات الشعب المصري، متمثل في بطولاته الوطنية، إلى جانب طبعا بطولات قواتنا المسلحة والشرطة المصرية العظيمة اللي دائما وأبدا يعني بنعول عليهم في استقرار وأمن وطننا الغالي مصر. وبالتالي طبعا يعني ده شيء بسيط جدا في ترسيخ وتأكيد اعتزازنا بيهم من خلال الدراما والسينما.